حضر معاون محافظ صلاح الدين لشؤون الأمن ربيع فارس المؤتمر السنوي لمديرية الدفاع المدني بخصوص الوقاية والسلامة المهنية بمشاركة ممثلي الدوائر والمنشآت الحيوية، واستعرض المؤتمر طرق الوقاية والسلامة وكيفية معالجة الحريق واستخدام المطافئ وطرق خزن المواد ودور الدفاع المدني في إنقاذ ومعالجة المواد الكيميائية. عدت مديرية الدفاع المدني صلاح الدين مؤتمرها السنوي بخصوص الوقاية والسلامة المهنية وفي توفير متطلبات الدفاع المدني للمنشآت والمشاريع الحيوية، وقد استعرضنا في هذا المؤتمر عدة توجيهات من أجل تنفيذ هذه التوصيات لكل الدوائر والمشاريع، ودعينا هذه الدوائر أنه تنفذ هذه التوصيات من أجل الوقاية من الحوادث الحريقة التي تحصل في المنشآت والمشاريع الحيوية. ضمن توجيهات السيد المحافظ دكتور عمار جبر عقد اليوم مؤتمر في مبنى المحافظة، ترأس المؤتمر الأستاذ ربيع معاون المحافظ شؤون الأمن. أغلب الدوائر الموجودة هي مبنية ومؤثثة من مواد هي سريعة الاشتعال، بالتالي يتوجب على كل مدير دائرة أن يأخذ يعني احتياطات السلامة الوطنية من خلال وضع طفايات وكذلك خراطيم المياه لكي لا تحصل لا سمح الله حريق في تلك البناية. التوجيهات الأخرى هو أيضا كانت إعداد خطط من أجل يعني الوقوف أمام أي حريق أو الوقاية من الحرائق.